هل تعلم لماذا الكلب باسط ذراعيه في صورة الكهف ولم يتقلب؟ معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يقول أحد العلماء في الطب الألمان، يقول: كنت مسافرا يوما وصادفني في المطار شاب مسلم وقدم لي نسخة مترجمة من القرآن الكريم، أخذتها وشكرته ووضعت النسخة في جيبي على نية أن ألقها في سلة المهملات بعد أن يذهب هذا الشاب عني حتى لا أحرجه. ونسي هذا الطبيب النسخة في جيبه وصعد إلى الطائرة، وعندما أحس بملل بسبب طول الرحلة قال: أخرجت نسخة القرآن من جيبي عندما أحسست بوجودها، ثم فتحتها وقلبت الصفحات، وهنا وقعت عيني على صورة الكهف فقرأتها، ثم استوقفتني آيتين وهما قوله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والآية الأخرى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول هذا العالم أن تقليبهم وهم نائمون مفهوم من أجل ألا تتكرح أجسامهم إذ بقوا نائمين على وضعية واحدة، لكن ما فاجأ الطبيب قوله في الآية السابقة عليها: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهذا تعني أن الشمس تدخل الكهف كل يوم لكنها لا تأتي على أجسامهم مباشرة. ويقول بأن هذا معروف في علم الطب، فحتى لا تحصل تقرحات السرير يجب أن تكون الغرفة مهواة وتدخلها الشمس دون أن تكون مباشرة على الجسم، اكتشاف إعجازي. وهنا عاد الطبيب للتفكير في الآية التالية حيث يقول بأنه فعلا حتى لا تحصل تقرحات يجب أن يقلب الراقد حتى لا يتقرح الجسم ويتعفن وتأكله الأرض، لكن الذي أدهش الطبيب أن كلبهم لم يقلب مثلهم وإنما باسط ذراعيه بالوصيد، بمعنى أن الكلب ظل على وضعية واحدة طوال 309 سنوات ولم يتقرح جسمه ولم يتعفن. هذا ما دفع الطبيب الألماني إلى دراسة فسيولوجية الكلاب، وهنا اكتشف أن الكلاب تتميز بوجود غدد تحت جلدها تفرز مادة تمنع تقرح الجلد ما دام في جسد الكلب حياة ولو لم يتقلب، ولذلك لم يكن كلبهم يقلب مثلهم في الكهف. هذا الطبيب أسلم بسبب هذا الأمر الإعجازي. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.